جمال اليوم درت لك درت لك درت لك درت لك درت لك, درت لك صح هذه اختراع من عندي ما شكيتش كاين واحد يديرها حتى في الجزائر، آه. قول لي علاش؟ اسمها ايه؟ جراته جراته قول لي علاش؟ الجمعة حنونتي ايه جراته ناكل جراته عادي مالاش تاكلها الجمعة؟ في شوية الرز شوية الرز لا لا, لا 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 جمال هذه غاتان تاع قرنون يا البنات انا كنت قاعده صباح قلت علاش ما نديروش نبدعو في القرنون علاش القرنون لازم نديروه جوازه هات تشوف طبقك هات هات شوف طبق طبي طبي عرفته اه فرتو انا مش عايزه ابوظها أه اعملها هنا شوفوا 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 هي قرنون اه وي بطاطا قرنون وبطاطا اوكي نحيتك اوكي اوكي قرنون وبطاطا 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 ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا انت ناوي تعذبيني؟ ليه؟ والله, والله جميلة شوف 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 لا يا رانيا شوف القرنون عاملة إزاي؟ قرنون إيه يا رانيا؟ شوف قرنون إيه الله يرضى عليكي؟ زلحفة دي ولا إيه؟ بنغزو الحيفة دي هاشد شد نصور بيد ون... ونحط بيد حلوة. حط انت ولا صور انت ماشي ماشي قولي يا حنان قولي قولي عزت قولي عزت قولي, قولي. شوف وراهي انا هسمعك انا هسماعك. شوف شوف ما حدش بيقول لي انا, أنا هسمعك ومعاك جربي فيها زي ما انت عايزه عادي جدا اكليني كرنون واكليني طب ايه ده؟ طب بورك ايه؟ بورك شوف شحال مش شابه مشي مزيده بوراك. مم. اجربها كده تمام ما كنت في الدنيا اوكي كمان وبعدين ايه دق دق الكلام يعني ده عرفنا ان ده قرنون و... ده قرنون أم. وبطاطس على فكره مش قرنون بس قرنون مع بطاطس ايوه اعملوا ميكس حلو جدا طب والله لا تدوق اختراع مني اه اختراع ولو عجبتك نحط لهم الوصفه وان شاء الله نروح نوديك المستشفى عادي فين الاكل فين الغداء فين 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 الهبر فين اللحم آه والاكل ما شاء الله فين كان الناس يش لقيتها كل 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 تشوف كل اه طيب يعني اجرب الكرنون ده آه. قرنون كرنون قرنون قرنون وبطاطا يعني ولا ايوه مجففه هذه لا مكسرات 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 ده قرنون بس جامد قربي كده قربي كده ايه ده؟ جامد ايه ده؟ بطاطس دي ولا ف... ولا قرنون؟ قرنون صح جربها مع اللحم البيون داشي راح تطيح عزبتيني عزبتيني ذوق قبل ذوق قبل واستطعم وذوق البطاطس وذوق واستطعم يرحم باباكي راني نتعذب بزاف ونتعذب بالبطاطس انا اللي راني نتعذب ذوق بنتي بلادكو رايح تطرطق عقلي تطرطق <applause> عقلي تطرطق يرحم باباها بسم الله مش مين قرنون اختراع ده ولا أكله مفضل عندكم لا اختراع ما تهزريش والله لا 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 دي البطاطس دي بطاطس بطاطس عاديه ولا برضه اختراع جزائري لا بطاطس بطاطس ده قرنون ضحك عليا انت بتضحكي عليا النهارده يا حبيبتي بطاطس أيوة. طيب انا انا ده اسمه ايه؟ جمال اسمه. والله ما لا 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 وشوفوا القرنونة. شوفوا القرنون إيه؟ ده قرنون ده ده قرنون دي بطاطس ذوقها كده بطاطس دي؟ احلفي بالله والله بطاطس طب قربي كده بص جمال. ديرها لا 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 ركت... طيب بصي يا جمال على راك دير صح على 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 راك طب بصي انا اكل انا اكل اللحمه بال دي اللي فوق كان جبنه دي ايوه بشمال سخنه بس سخنه حلوه الجبنه بال بطاطا جمال بطاطا ايوه كل بطاطا كل بطاطا بطاطا دي اللي بطاطا اللي والله هذا القرن اللي ما عجبكش دي بسك. المفاجأة دي المفاجأة ايوه هذه المفاجأة حلوة المفاجأة مبسوط انا مبسوط مبسوط مم. مبسوط مبسوط بزاف عباكو كان نلقاه بنين وانت قلت عليه مشي بنين انت حر بطاطا ما حلو البطاطس مسلوقه عادي جميل جميل بس طعم البطاطس النهارده حلو قوي اقسم بالله يا البنات اللي يحب القرنون غير جاي يهبل يهبل هو قاعد ما عجبوش جا كامل القرنون والبطاطا مشي مسلوقه انا ما عجبنيش قرنون ده مش عايز انا قرنون قلت لك عاملين النهارده قرنون انا قلت لك لي قرنون انت قلت انت قلتي لي انت حره اعملي اللي انت, أنت, 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 أنت عايزاه انا لك اكل حلو النهارده بال... باللحمه وانت قلت لي حرمت اللحم حطتيها طيب في الكرنوش بتاعك ده وطلعت الاكله اللي, اللي انت بتجربها فيا دي ايه ده ماشي والله يا البنات غير تحط فيها مكرونه عشان تبقى بشاميل ماشي يبقى انا عارف ان انا جاي اتغدى بشاميل لا وايه ده صابع محشي ده ولا ايه ما تدقه إيه اه ما تقعدش بالبورك تاعنا شوفوا الزيت وبشي شارب الزيت آه يا ربي يا ربي كيف ده زامي فنان على فكره انا عارف البوراك راه احلى حاجه ناكلها زينية بصراحه زيت البوراك اي المصريين تحفه تحفه والله 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 غير القرنون نغراتان جاي يهبل فرقون شبع فرقوش ده ده بيعفرش خالص تخش في بقك ما تحسوش ها كنوش خالص فخلينا في البوراك طب والبطاطس جمال كن صريح بطاطس حلوة ولا وحشة؟ مش ازاي انا البطاطس بص يا رانيا هي الاكلة جميلة حلوة بالزاف حتى لو انت عاملاها وحشة فهمت لا لا ما تقوليش حتى لو انت والله 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 غير جا طعم القرنون بزبنين هو ما عجبوش القرنون ممكن ناخد حتة من دي خلاص خلاص قولهم وش رايك في الفل في الفل في القغاطة. وش رايك بس بس في الاخر؟ انا ما عجبنيش الكرنون انا اللي انت عملتيه ده ما, ما عجبنيش عجبني البطاطس بالجزء الثاني بتاعه ده وعجبني البوراك اوكي اوكي يا حبيبتي هتنزل تقول لنا منين تابعونا وشنو هي الاكله المشهوره عندكم باش نجربها المره الجايه؟ ايه اشهر اكله عندكم في كل ولايه؟ ما انا قلت كده انا المره الجايه وانت مالك انت؟ انت بزاف بزاف عليك يا ربنا بزاف